كانت زيارتنا إلى سجن المرناقية في يوم عيد الإضحى المبارك مناسبة لعدد من المقيمين فيه للحديث إلينا وإلى الرأي العام عن القضايا التي من أجلها وقع إيقافهم وإيداعهم السجن، ومن بينهم النقبي المتهم في قضية البكالوريا. الحبس هذا فيه قمع لحرية التفكير وفيه قمع لحرية التعبير، واضحة. أنا اللي موقوف عليها موقوف على قضية البكالوريا، حشرت حشرا فيها لأني أنا إنسان معارض لحركة النهضة. أي نعم، لأني أنا معارض لحركة النهضة. واضح اللي قالوا فويت. أنا الأستاذ اللي خدمت الدفورات. ما نحبش نحكي على روحي، نحب نحكي على الحبس هذايا. فما بيوت، فما معروفين، معروف حاتم الفقي معروف، كاتب عام لمنظمة حرية وإنصاف، إنسان حقوقي، وكاتب عام لنقابة أساسية بيراتس للتعليم الثانوي. بإذن الله باش نخرج أحب من أحب وكره من كره، وطيور الظلام هذه فلتجنح غير بلاد تونس. أما لا اعتباري منها، وكان مادام كنت صحافي راك متبع تعرف تبع. وين وصلت الحكاية يا ولدي؟ أنا خليني نحكي على الحبس، تحبني نحكي على روحي؟ بحكم أن عرفني. ما هو احنا اليوم عيدة، شنو خاسرين لو كان دخلونا اهلينا في الجازون هذايا وجابوا اعوان يعسوا علينا بالسلاح؟ مش نجي نقابل مرتي نحكي معاها دقيقتين؟ شنو خاسرين انو يسكنوا كل واحد في فرشه؟ لواش يسكنوا ثلاثه من الناس في زوز فروشه؟ وشنو خاسرين وقت اللي ما يفركسوش القفاف؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته في قفته. وشنو خاسرين وقت اللي يجيبونا طبيب يداوي؟ واللي فوضى كيف مش تركيز فوق. ما فوضى متاعك؟ شنو الفوضى اللي تحكي عليها؟ فوضى ترتيبات، يعمل ترتيبات امنيه تدخل الناس كل في العالم الكل. فما زياره مباشره عايش خويا، والبلوار ذاك اللي هو بالتليفون في العالم عقاب، في تونس هو الواحد. مش يكون في علمك انه في حقوق الانسان وقت اللي الانسان مسجون مسلوب الحريه، مش مسلوب انسانيته، مش مسلوب بشريته، جايبين الحم في قفه كانهم حاشا من يسمع كانهم كلاب. ماك تحبوا عيد ولا انت؟ اعمل عيد مسلمين، عيد تراحم وعيد تحابب والكل، فهمت؟ وانا مانيش على خاطر العوان ذوما، راهو العوان ذوما عاملين معانا كلام مليح. اما نحكي اللي مهبط قرارات فوقيه وكل مره يضيق علينا كان اللي يهبط في القرارات الفوقيه هذايا، فهمت؟ هذايا اللي الصحافي اللي يحب يكتب بالحق راهو، واذا كان الميكرو قاعد يخدم. زيارتنا لسجن المرناقية خلتنا نقابل مساجين من كل الأصناف، تهم تعدى وقضايا كبيرة، ومن وقتها عرفنا أنه سجن عالم كبير يحمل في داخله متاهات كبيرة ومفارقات رصدتها كاميرا الجنوبية. سامي الفهري سجين وراء القضبان، التقيناه في أحد المجمعات داخل السجن، حبينا نحكيه معاه لكنه رفض الموضوع بكل لطف وقال بالحرف الواحد لقاءنا يكون خارج السجن أفضل. سجين آخر من نوع خاص محمد علي الجنزوعي. أنا مسجون توا عندي من ماي 2011، تم حكم في ابتدائي 4 سنين، وفي الاستئناف يعني نزلوا عامين سجن، عديت يعني عام ونص سجن، يعني مازالوا لي 6 أشهر. رئيس الدولة هو بن علي الرئيس الفار ورئيس المخلوع، هو المسؤول عن السياسة، كان هو اللي ضغط على الحريات، هو اللي ضغط على عدم يعني السماح بالتعددية السياسية. توجه إلى وزارة العدل يعني في عديد المرات، توجيه 3 مناسبات، تقع يعني إطلاق سبيل سرح شرطي وعفو عديد المساجين. تمنيت باش راني خرجت معهم، لأنه ما يلزمش يقع تمييز ما بين يعني سجين وسجين آخر. تمنيت باش يقع يشمل هذا السرح الشرطي او العفو، كنت تمنيت في 25 جويلية. بعد ثاني كيف المده هذه، المده نتاع العيد هذا، باش يقع كيف يشمل لي، لكن بكل اسف ما شملنيش. المتهمون في قضيه اعتداء على فضاء العبدليه بالمرسى والسفاره والمدرسه الامريكيه في البحيره. مجلودين في تهمه قصر العبدليه، ولو انها تهمه باطله. عندنا توا 5 شهور طلب وحيد، هو عيد داكورد، والناس كيما هكا كتراو فيها يعجلونا في قضايانا. علاش قضية تخرج تحقيق يخليك 2 3 شهور 4 شهور هو قاعد، ولا تخرج فهمتي تمشي للديرة تقعد بال4 شهور 3 شهور فهمتي، وهم على بالهمش، واحنا مطيشين لان يا خويا عجلونا امورنا.
بات القضيه بات. الوحيده معناها التيتر الوحيد اللي مجدودين عليه احنا ولا نازله كون حال طوارئ معناها لا اكثر ولا اقل. معناها ربي سبحانه بين الحق حتى العويان جو قالوا راهم خاتيهم هذوما ما نعرفش علاش مجدودين الله اعلم. امورنا واضحه كل شيء عملناه اخويا تمشي للدائره ترجع للتحقيق تمشي للدائره ترجع للتحقيق. كوره تنس تهمة قصر العبدالية بالضبط شو عملتوا؟ قصر العبدالية الأحداث اللي صارت في قصر العبدالية الإساءة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهمتي في الإنترنت دعوة الوقفة احتجاجية سلمية خرجنا كذلك. أنتم باش متهمين بالضبط؟ متهمين بالاعتداء تكوين وفاق والاعتداء على أعوان صار المكافعة وقابلنا الأعوان ونكروا فينا قالوا خاتين ما ثماش منها هذوما راهم خاتين وإحنا بالرسمي ما وصلناش للعبدالية ما وصلناش للمرسى جملة عملنا في دور تريلي عملنا الدور خطيتنا التهمة من أصله تشدينا فهمتي تشدينا في المنصب فيه. شدونا العوان تليفونات تسرقت وفلوس تسرقت فهمت هيك تشوف معناها من قصر العبد الليل من الاحداث نتاع العبد الليل تو لهنا احنا لا عارفين لا منساقين لا مهروس. كل عام وانتم حيين بخير تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. خويا نحن قضيتنا تاع الصفار في امريكا مشينا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فهمتني جينا على سبيل الله نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فهمتني اللي سبوه هانوه فهمتني في هذا العصر فهمتني وجينا على رأس الكفر أمريكي ومسجونين نحن فهمتي 122 سجين ظلم فهمت السبب شنية نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما هو سبب مقنع باش نسجنوا نحن يحرمونا من أهالينا يحرمونا فهمتي من العيد يحرمونا فهمتي من حريتنا فهمتني نتحطوا معناها فهمتي في بيت غرفة معناها فهمتي 20 متر على 4 متر ونص ولا 5 متر ونتحطوا ب 93 إنسان فهمتني سبحان الله معناها فوضى حرقان فهمتي كل شيء مصور فهمتني كل شيء معناها باين فهمتي اللي سرق واللي حرق واضح فهمتني نحن فهمتي انا ما نش باش نحكي على نحكي انا عملت عمل انساني لله في سبيل الله مش حاسيش برياء ولا حاسيش فهمتني باش يقولوا الناس راهو عمل انا هاز 10 من الناس مضروبين بالكرتوش هازهم للسبيطار انا بيدي وبسيارتي الخاصه معناها هزيت الناس على 4 مرات لله في سبيل الله معناها انسان كيعمل عمل خيري وهز الناس معناها فهمتي للسبيطار باش يسعفهم يجيبوه للسجن هل هذا حق او باطل وحسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا. نحن مشينا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وقفه سلميه فهمتني نحب نوصلوا صوتنا للعالم راهو نبينا لا يسب ولا يهان اخي هذه جماعه مندسين فهمت جاو فهمتني نحن فهمتني مشينا نيتنا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا في العالم الكل خرجوا خرجنا في تونس اللي هي ديما في تونس تسب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وتوانسه ما تكلموش نحن حبينا نوصله والحمد لله وصلنا الميساج للنبي صلى الله عليه وسلم وراه رجال ونحن رانا ما حرقناش وما كسرناش ومشينا وقفه سلميه اللي هذا فهمتني ثبتوا هما في الامور وماذا بهم ما يبقاوش بينا لهنا علاش يا اخي ظلم هذا ظلم ورانا عائلات ورانا صغار ورانا خدمنا والحمد لله والشباب ما شاء الله لا قوة الا بالله مغروس لهنا لهنا شباب الأمة هذا كله ما شاء الله لهنا مسجون هذه فهمتي هذه الحرية معناها الشباب معناها 12000 مساجين تلقى فهمتي 500 راجل كبير والباقي فهمتي كلها شباب اللي هذا انظروا للشباب هذا المسكين فكوا له أسره من هذا المكان. اللافت للانتباه في جملة ما استمعنا إليه أن الكل يعتبر نفسه مظلوما ويجد لحبسه أسبابا يراها غير سليمة ويتهم أطرافا أخرى بتدبير تلك الأسباب وهنا أيضا لم يسلم الإعلام من اتهام بالضلوع في الكثير مما لحق بعضه. عندي عون ولد حومتي عندي أنا وياه دوينة جت مرة خطيبته ما نعرفهاش تبولت عليها معناها بقيت بيناتنا كالمشاكل هذوكم الحكاية وعندي صاحبي انا صحيح هو يبيع في المخدرات معناها يبيع في الزط وانا نخدم مترسم كوني انا ما نعرفش معناها العباد اللي تبيعني ديما نبقى بحذاها كيف معها وناخذ من عنده نهار جاء وقت اللي جاء الحاكم البلاصه اللي باقين فيه في باريش انا اللي البلاصه هذيك مخبين فيها هما المخدرات كي جي الحاكم هربت الناس الكل بسيفتي انا ما عندي حد شيء في مكتوب ومزدت كي منحي جبيره مزدت كي نحيتها ونخدم انا اموري واضحه ومترسم في شارك معناها ما خفتش كي هربوا هما جريان وراي شوي وقفت له
وهذاك على الوقفة ذيك في بالي معناها دورية كيكة تعمل في أوبر. خيك وقفت له ديريكت منقلني وحط لي المينوت، هزوني للكهرباء، تو ما عندي حتى شيء نحاول فيه، قلت راني نخدم واموري واضحة، غلطت مرة بقيت نشرب لهنيخ، سامحني. هكا وانا كيكة وجي عاون واحد آخر جاب الباكو فيه الزاطل. الباكو فيه الزاطل نسمع فيهم يحكيو مع بعضهم، قال له هذا الشيخ شيخ ميت، خلي تعدى بهم هو شكون باش يهز هذاي. هكا وزوني القرجاني مكافحة المخدرات. غاديك متضارب بصمت على روحي، لي انا كوني نبيع في المخدرات. متضارب بصمت على روحي. وولد حومتي اللي شادني اللي يخدم في القرجاني يعرف اللي كوني انا منش نبيع، يعرف السيد الاخر هو اللي يبيع. كي انا تشديت نهار السبت هو نهار الاحد روح عبيد يدور معاها في الحومة، ونهار الاثنين طلع في الطيارة الليبي. التو هو في ليبيا وهو متاكد 2000% اللي هو السيد هذاك هو اللي يبيع. فهكا هو طيب متضارب غاد في القرجاني بصمت انا على روح، وزادوا حبوني نجبد مراوج واحد اخر. يعني انت بصمت على جريمه ما عملتهاش؟ على جريمه اللي كوني انا نروج في المخدرات، معديني بالمسك، والمسك هو ماهوش عندي، ما شدوا حتى شيء عندي في البلاصه غاديك القاوم طايش. كما متضارب بصامت ما قريتش ما عملت حتى شيء، لا قريت بحث لا عملت حتى شيء. متضارب فما نوامر ما عنديش انا شكون باش نبدلهم مراوج، ما عنديش معناها ابار هذايا اللي هرب الليب. معناها منين يجي شكون يجيب لك السلعه بالكبير؟ سمعنا عندك كميات نتاع 4 و5 كيلو. عمرو في التليفون زدت جبت واحد ما عنده حتى شيء لا علاقه بالمخدرات، جمله جاء قدامي نمرو في التليفون جبت، هو مسكين معايا هو تو. انت جبت وهو مش عامل حتى شيء؟ مش عامل حتى شيء. ياك جبت ومش عامل حتى شيء، وحصيله من جيت لهنا بقيت 3 شهور وخرجت التحقيق اليوم من هذا نمشي في الشهر 11 ما